السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي فتي حسان وقناة فتي حسان. لقد عدنا والعود أحمد، نطلب الله هذه الجمعة دي تكون العودة ديالنا مبروكة وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. كيف ما شفتوا البارح لا ديرنيير مينيت ديالنا ما جاتش، مي العود اللي كان أكومبانيون لها ضرب الراس، كذلك والبارحين لا ديرنيير مينيت ديالنا ما جاتش، مي العود اللي كان اكومبانيون ليها السانك ضرب الراس. بون نتمنوا ان اليوم لا ديرنيير مينيت ديالنا والعود اللي غيكون اكومباني ليها واحد فيهم يضرب الراس ان شاء الله. بون مي زامي لي لايك، الله يجازيكم بخير، لي لايك لي لايك، الله يحفظكم وشجعوا القناه، راحنا قربنا نوصلوا للميل ابوني باش نديروا معكم اي ان شاء الله اللايف. قبل الله يرحم الوالدين غتسمحوا لي غادي نقدم الشكر للنامي اللي التحق بينا ابوني في القناه اللي هو النيترونجي مسيو كيكي، جو فو سويت لو بيان فوني اون تورنو او ماروك اي دون لا لا شين دو فاتي حسن تيف، سوي لو بيان فوني اون تور فو زامي لي ماروك مالغري كو جو كوني با فوتر ناسيوناليتي، مي سوي لو بيان فوني مي زامي. غادي ننتقلوا ان شاء الله دابا لا ديرنيير مينيت ديالنا اللي غادا تكون هي الرقم 16، هي الرقم 16 لو سايز غيكون هو لا ديرنيير مينيت ديالنا. لو شوفال اكومبانيون ان شاء الله اللي غادي يكون معاه وكنتمنى انه يكون في لاريفي ويكون بارمي لي 3 هو لو نيميرو 4، هو لو نيميرو 4. الي مي زامي بون شونس، اي الله يوفق وجمعة مباركة وتبارك الله عليكم.